بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من داخل الصالة المغطاة بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، نتابع مع الأحداث مباراة الكرة الطائرة بين النادي الأهلي وطلايع الجيش في الدوري الممتاز ألف، وهي تعتبر في نهاية الجولة السادسة اليوم، وتقام حوالي ودي في المجموعة الأولى. والنادي الأهلي طبعا هيبقى أمام حضراتكم على إيدك اليسار بزيه الأحمر، وهنشوف تشكيل النادي الأهلي، وعلى إيدك اليمين فريق نادي طلائع الجيش بزيه الأبيض الشورت الأسود. النادي الأهلي أمام حضراتكم، أهو أمام حضراتكم أقول لكم الأسماء. أولا أحمد صلاح رقم 4، سميث جاردن سميث الكندي المحترف رقم 1، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الحليم عبد الله عبد السلام رقم 2، احمد عبد الحليم عبو رقم 3، وليبرو الفريق رقم 9 ابراهيم رسلان. وادي الارسال هيبقى مع فريق نادي طلايع الجيش، محمد معوض رقم 9 الليبرو، سوري مش احمد رسلان، محمد معوض ابن الكابتن عصام معوض. وادي الارسال مع نادي طلايع الجيش، على الارسال امام حضراتكم، ارسال من اعلى رقم 8، واستقبال قوي من النادي الاهلي من رقم 8 من عبد الرحمن الحسيني وخارج الملعب، ونقطه للنادي طلايع الجيش. والارسال مرة تانية، يلا نعوض يا رجالة. الإرسال من أعلى. إرسال مرة تانية ويجي في الشبكة، ونقطة للنادي الأهلي والتعادل. التعادل 1-1. والإرسال مع عبد الله عبد السلام رقم 2، اللاعب الدولي الفتى الأسمر، لاعب النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام على الارسال، ويدير هذا اللقاء الحكم الدولي ناصر حمدي، ويعاونه كابتن مشيره مفتاح. عبد الله ارسال قوي من اعلى الشبكه، ومحاوله كده من سميث لانقاذ الكره، ونقطه لنادي الطلايع، وتتغير النتيجه 2 الطلايع 1 الاهلي. والارسال مره ثانيه مع نادي الطلايع مع اللاعب رقم 9 المحترف البروندي الرواندي ديسينجي، وخارج الملعب. والتعادل مره ثانيه للنادي الاهلي. ريع الارسال احمد سعيد رقم 18 من النادي الاهلي، احمد سعيد شفيق. ارسال من اعلى يا احمد قوي، سبايك، استقبال من الطلايع، وضربة ساحقة ومحاولة. لا لازم نغطي، لازم نغطي، لازم نغطي المنطقة الخلفية يا رجالة. 3 الطلايع 2 النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا صاحب الأرقام القياسية، ولما تيجي وقت هنقول لكم الأهلي خد كام بطولة، ويعتبر من الأندية الأكثر فوزا في البطولات الدولية والمحلية والقارية. الإرسال مرة ثانية ويجي في الشبكة، وثلاثة ثلاثة التعادل. التعادل ينتقل إرسال إلى النادي الأهلي، 3 عبد الحليم عبو على الإرسال. عبو ده كان فترة كده جات له إصابة في كتفه أو في، وقدر الحمد لله يتعافى ويرجع مرة ثانية في بداية هذا الموسم، ومن اللعيبة اللي بيلعبوا في مركز 3. والنقطة الرابعة طلايع الجيش، يلا يا رجالة. نزل محمد معوض بديل عبد الحليم عبو، في لأن طبعا كل اللفة لما تيجي تطلع، لأن الليبرو لما يجي دوره يطلع على المنطقة الأمامية أو على الشبكة طبعا بيتغير شكل اللعب، وبيخرج وينزل مكانه البديل بتاعه. الإرسال
استقبال حلو من احمد سعيد واداد، ومحاوله كده من رقم اربعه احمد صلاح، ومره ثانيه سميث الكندي المحترف، وضربه ساحقه خلفيه من احمد سعيد. يا ولد رقم 18 بيجيب النقطة الرابعة ونقطة التعادل. بسم الله ما شاء الله عليك يا كابتن. الإرسال مع النادي الأهلي، أحمد صلاح العالمي رقم أربعة. الراجل ده لاعب دولي، وادي خارج الملعب، خارج الملعب، وفي اعتراض من لاعيبة الأهلي إن الكرة جوه، ولكن هو القرار طبعا الحكم. وادي النقطة الخامسة، طلايع الجيش، وعلى الإرسال رقم خمسة من طلايع الجيش شهاب الدين نبيل، بيلعب في مركز اثنين، وهيلعب الإرسال من أعلى. استقبال الأهلي، إعداد محمد معوض، وضربة ساحقة من أحمد صلاح لسه ما شفناش. آدي حائط صد ناجح، محمد علي. وأحمد صلاح وبيجيب نقطة التعادل 5-5. هيلعب على الإرسال المحترف الكندي سميث، يلعب إرسال من أعلى، وادي بيجي في الشبكة، والنقطة لنادي الطلايع. إرسال من أعلى، استقبال من النادي الأهلي، صوابع وإعداد من عبد الله عبد السلام، وحائط صد قوي من أحمد صلاح، ولكن في خطأ كده دبل على محمد معوض، والنقطة السابعة. يلا هنعوض يا رجالة. ارسال من اعلى، استقبال معوض، اعداد عبد الله عبد السلام، وحائط صد، ولكن حائط صد وحش من النادي الاهلي، والنقطه الثامنه 8-5، والوقت المستقطع الفني للمباراه. استقبال من اعلى، ادي الكرة، وادي ضربة ساحقة مرة تانية. تسعة الطلايع، خمسة الأهلي. الإرسال ما زال مع نادي الطلايع. استقبال في كده يا جماعة، لازم نحسن الاستقبال. استقبالي بقى كويس، وادي ضربة ساحقة للنادي الأهلي، وادي النقطة الستة. ستة الأهلي، تسعة الطلايع، وعلى الإرسال رقم 16 محمد دولا، محمد عادل دولا. إرسال من محمد عادل مرة تانية، ومحاولة، وضربة ساحقة من نادي طلايع الجيش، والنقطة رقم 10. الرسال مع طلايع الجيش، بيدرب النادي الأهلي طبعا الكابتن محمد مسيل ميدو، المدير الفني والمدرب العام كابتن تامر تايجر، ومعاه محمود جمعة أخصائي التحليل التقني، ومعاه مدير الفريق الكابتن خالد أبو زينة. هذا الإرسال مع نادي طلايع الجيش، ونقطة للنادي الأهلي جت في الشبكة، وعبد الله عبد السلام رايح على الإرسال، الفتى الأسمر رقم 2. 7 النادي الأهلي، 10 طلايع. إرسال من عبد الله عبد السلام، إرسال قوي مع السبايك، بيجي وخلف الشبكة كده، وإعداد ومحاولة، وكرة ضايعة، ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة الثامنة، وتقلص الفارق إلى نقطتين لصالح النادي الأهلي. مرة تانية عبد الله عبد السلام، كلاكيت تاني مرة على الإرسال. عبد الله هيلعب الإرسال من أعلى،
احسن عبد الله بيلعب ارسال قوي جامد من احسن الارسالات في افريقيا. وادي استقبال من سميث والكوره بيلعبها برجليه لعب الطلايع وتبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي ويتقلص الفارق الى نقطه واحده. الاهلي 9-10 الطلايع الجيش وعبد الله عبد السلام على الارسال رقم 2 الفتى الاسمر. يلا التعادل بقى يا عبد الله. ارسال من اعلى ضربة ساحقة ومحاولة مرة ثانية. وادي كرة ساقطة كده خلف حائط الصد الثلاثي للنادي الاهلي احمد صلاح وعبد الحليم عبو واحمد سعيد. وتبقى نقطة لنادي طلايع الجيش. 11 الطلايع 9 النادي الاهلي. على الارسال رقم 9 رقم 20 طلايع الجيش. الكونغولي إينيو زا جامبوري. وهذه النقطة للنادي الأهلي ورايح أحمد سعيد على الإرسال رقم 18 و10 الأهلي 11 طلايع الجيش. والإرسال أحمد سعيد شفيق. إرسال قوي خارج الملعب يا أحمد خارج الملعب. نهدي الإرسال شوية. إرسال مرة تانية من طلائع الجيش 12-10 فارق 2. عبد الله عبد السلام اهو بيلعب كده كرة بيرفع للكندي سميث وبيضرب وبيخترق حائط الصد او بيكسر حائط الصد الجماعي لنادي طلايع الجيش ويجيب النقطه 11 ويتقدم النادي الاهلي 11-12 لطلايع الجيش. والارسال مع عبد الحليم عبو رقم 3. عبد الحليم على الارسال يلعب ارسال قوي عبد الحليم. ارسال من اعلى استقبال كده اعداد وضربة ساحقة وحائط صد جميل من النادي الاهلي ونقطة التعادل نقطة التعادل ويتعادل الاهلي 12-12. والارسال مع عبد الحليم عبو 12-12 الاهلي. يلا يا رجالة ارسال من اعلى وادي ضربة ساحقة ومحاولة ولكن بتيجي في حائط الصد في الكندي سميث رقم 1 وتبقى خارج الملعب ونقطة لنادي طلايع الجيش. ٣٣ 12 الإرسال خارج الملعب ونقطة التعادل التعادل 13-13 النادي الاهلي مع طلائع الجيش في الدور قبل النهائي للدوري الممتاز في المجموعه الاولى رجال الممتاز الف للموسم 2021 2022 والمباراه مقامه بنادي بصاله الامير عبد الله الفيصل بنادي الاهلي فرع الجزيره. الارسال بذراعه الايسر احمد عبد احمد صلاح وبيجيب نقطه مباشره بتيجي في لاعب وتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي والتقدم للنادي الأهلي 14 الأهلي 13 الطلايع. والإرسال مع أحمد صلاح. يلا يا أبو صلاح بتيجي في الشبكة ونقطة التعادل. لازم نخلي بالنا من الحاجات الصغيرة دي يا رجالة 14-14. والإرسال مع طلايع الجيش ارسال من اعلى استقبال سميث اعداد عبد الله خلفي احمد صلاح ومحاوله من طلايع الجيش مره ثانيه. ادي عبد الله عبد السلام بيرفع الكره بيلعبها احمد سعيد بصوابع من خلف الملعب ويعدي بيها ولكن بيلعبها كده رقم 16 من طلايع الجيش محمد
مصطفى جابر عبد السلام بيلعبها بذراعه الايسر ويجيب منها النقطه رقم 15 ويتقدم الطلائع 15-14 النادي الاهلي. ارسال من اعلى رقم 5 شهاب الدين نبيل ومحاوله كده من النادي الاهلي احمد صلاح ويجيب نقطه التعادل مره ثانيه. دايما احمد صلاح هو اللي بيتعادل للنادي الاهلي. احمد صلاح ده ملك الابطال وملك الالقاب وواخد بطولات كتير وهنقول لكم عليها برضو. سميث المحترف الكندي رقم 1 في النادي الاهلي على الارسال. ارسال من اعلى، ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي، استقبال، اعداد، ضربه ساحقه ومحاوله تيجي خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 16 والوقت المستقطع الفني الثاني هو المفروض بيدي ولكن هو اللعب مستمر حسب التعديلات اللي موجوده على او الاتفاقات اللي تمت ما بين لجنه المسابقات والانديه في اجتماعها وهي لازم يبقى في الصفاره بتاعت الوقت المستقطع ودي النقطه 17 ويتقدم النادي الاهلي 17-15 وفرق نقطتين. الله عليك الله عليك يا سميث. ارسال صاحب وبيجيب نقطه، ارسال ايس بيجيب نقطه على طول. 17 الاهلي 15 لطلائع الجيش. ارسال قوي برضه مره ثانيه واعداد من طلائع الجيش ومحاوله في لعب وادي مره ثانيه اهو بيطلع عبد الله عبد السلام ولكن في دربكه كده ولكن بيلحقها محمد عصام معوض وبيلعب الكوره خارج الملعب ونقطه. عبد الله عبد السلام طالع فوق ترابيزه التسكين ومسك نفسه مع الحكام ودي من طرائف المباريات في الكره الطايره يعني هو طلع فوق الترابيزه وسند على المسجل. ارسال مع طلايع الجيش والنتيجه 16 الطلايع 17 النادي الاهلي. بنقول لحضراتكم ان دي الجوله السادسه في الدور قبل النهائي للدوري الممتاز. الحق الحق يا معوض الحق يا معوض الكوره ولكن الكوره خارج الملعب حكم حسبها خارج الملعب. والنقطه 18 وتقدم النادي الاهلي 18-16 ورايح على الارسال اهو. محمد عادل دولا محمد عادل هيلعب على الارسال. بيلعب من اعلى ونقطه للنادي الاهلي. لا ده 16 ده محمد عبد المحسن محمد عبد المحسن والنقطه 19 الوقت المستقطع الفني امام حضراتكم 19 الاهلي 16 نادي طلائع الجيش والفارق 3 نقاط. الاهلي قدر يحول التاخر بتاعه الى تعادل ثم الى فوز الى فارق كمان في النقاط 3 نقاط طبعا بفضل تعليمات الكابتن محمد نصير حميدو ومعاونه الكابتن تامر تايجر ومحمود جمعه اخصائي التقني ومعاهم طبعا الكابتن خالد ابو زينه مدير الفريق وطبعا امام حضراتكم الفريقين نزلوا ارض الملعب. ارسال مع محمد عبد المحسن سوري مش محمد عادل محمد عبد المحسن رقم 16 ده كان لاعب نادي الزمالك السابق وبقى في النادي الاهلي. محمد عبد المحسن ارسال من اعلى استقبال ومحاوله من النادي الاهلي الدفاع عن الملعب من احمد صلاح المخضره مضربه ساحقه من احمد سعيد شفيق رقم 18 وبيجيب نقطه ال 20 20 النادي الاهلي 16 طلائع الجيش والاهلي بدا يزيد الفارق في تغيير كده لطلايع الجيش الكابتن ابراهيم فخر الدين بيعمله المدير الفني لنادي طلايع الجيش كابتن ابراهيم فخر الدين ومعاه كابتن محمد بخيت ومحمد زكريا اهو خارج اللاعب رقم 9 ونزل رقم 19 رقم 19 اللي هو محمد احمد محمد عبد السلام وخرج لاعب رقم 8 اللي هو محمد الحسين استقبال
ارسال ومحاوله حائط صد ناجح فردي من عبد الحليم عبو بيجيب النقطه 21 ويتقدم النادي الاهلي بفارق 5 نقاط. وادي خلت الكابتن مصلحي بيشاور نركز هو بيشاور للعيب اللي ورا قول له ارجع ورا سنه وبيشاور للاعب المرسل ادي محمد عبد المحسن رقم 16 استقبال وحش اعداد وادي محاوله كده رقم 9 بيجيب نقطه لنادي طلائع الجيش المحترف الرواندي ديسينجي وكليف وبيجيب نقطه ويروح على الارسال رقم 23 يوسف خالد العنتبني هيلعب من اعلى استقبال وادي محاوله من عبد الله عبد السلام لادخال الكره ملعب الطلائع وبيلعب احمد صلاح كده بذراعه الايسر كده على الهادي وحائط صد تاني مره تانيه للنادي الاهلي وادي حائط صد لعبد الله عبد السلام ولكن يا عبد الله نقفل الزاويه نقفل الزاويه كده 18-21 18 طلائع الجيش النادي الاهلي 21 والارسال مع طلائع الجيش رقم 23 احمد يوسف خالد العنتبلي حكم بيصفر على تايم اوت اصبح تايم اوت طبعا تايم اوت طلبه كابتن ابراهيم فخر الدين والنتيجه فارق نقاط حوالي 3 نقاط امام حضراتكم الكابتن محمد مصلح ميدو والكابتن تامر تايجر وكل الجهاز الفني تعليمات لتلافي الاخطاء عشان نخرج بالشوط الاول بفارق نقاط عشان يكون دفع معنويه للشوط الثاني. والنتيجه تقدم الاهلي 21-18 والارسال مع طلائع الجيش العنتبلي على الارسال رقم 23 يوسف العنتبلي. جت في الشبكه والنقطه 22 ارسال ضايع من العنتبلي ونقطه للنادي الاهلي ورايع على الارسال عبد الله عبد السلام كده 22 الاهلي 18 لنادي الطلائع في تايم اوت ثاني طلبه كابتن ابراهيم فخر الدين بعد النقطه دي ضاعت بيحاول يهدي اللعيبه طبعا ادي امام حضراتكم كابتن محمد مصلح بيدي تعليماته للعيبه النادي الاهلي وفي المقابل الكابتن ابراهيم فخر الدين برضه بيشوف الاخطاء ويشوف التعليمات اللي بيديها للاعب. عبد الله عبد السلام الفتى الذهبي رقم 2 على الارسال. عبد الله ارسال من اعلى استقبال مره ثانيه ومحاوله كده ورقم 19 على الارسال. وادي مرة تانية المحترف الكونغولي بيلعب وادي النادي الاهلي واحمد صلاح حائط صد ولكن في خطأ على نادي طلائع الجيش من لاعب رقم 19 لمس الشبكة طبعا بتشاور عليه الحكم الثاني الكلاكيت تاني مرة كابتن عبد الله عبد السلام على الارسال ارسال من اعلى كابتن عبد الله كابتن الفريق ونقطة والنقطة 24 ونقطة وينتهي هذا الجيم و24 18 قلت لحضراتكم وقت المستقطع اللي كان طلبه كابتن ميدو ده فرق مع النادي الاهلي وهو الاهلي فرق 6 نقاط 24 18 عبد الله عبد السلام على الارسال مرة ثانية وخارج الملعب يا عبد الله خارج الملعب ما يجراش حاجة نقطة 19 الطلائع في تغيير رقم 10 داخل من نادي طلائع الجيش وخارج رقم 20 المحترف رقم 20 من نادي طلائع الجيش المحترف الغنغولي زجنبوري ودخل رقم 8 اللي هو كان محمد الحسين اللي كان نفس التغيير ارسال من اعلى واستقبال من النادي الاهلي وعبد الله بيلعب عبد الحليم عبو من مركز 3 بيلعبها كده بايد واحده بيشيل الكندي سميث وبيلعب ضربة ساحقة من مركز 3 وبيرجع تاني بسرعة عشان يغطي حائط صد والنقطة 25 لنادي الأهلي 25 الأهلي
19 لنادي طلائع الجيش. والشوط الاول مع نهايه الشوط الاول 25-19. نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع مباراه الكره الطايره بين النادي الاهلي وطلائع الجيش. نتابع معا احداث مباراه الكره الطايره بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش اللي كانت نتيجه الشوط الاولاني 25-19 لصالح النادي الاهلي. وشفنا الاهلي قدر يغير مجرى الشوط الاول ويفرق في النقاط، وفعلا نجح طبعا بتعليمات الكابتن محمد مصلحي ميدو وتالق لاعبي النادي الاهلي كلهم في ارض الملعب. وهنقول لحضراتكم مره ثانيه طبعا بنطبق الاجراءات الاحترازيه، عدم تغيير الملاعب لتطبيق الاجراءات الاحترازيه المتبعه لفيروس كورونا. ما زال النادي الاهلي في ملعبه في الجهه اليسرى امام حضراتكم على الجهه اليسرى بزيه الاحمر، والنادي طلائع الجيش زي ما هو على ملعبه مش هيتم تغيير. ودي تعليمات عملها الاتحاد المصري للكره الطايره بقياده او برئاسه المهندس ياسر قمر عشان لاتباع التعليمات المتبعه لفيروس كورونا حسب قرارات مجلس الوزراء ووزاره الشباب واللجنه الاولمبيه المصريه. على ايدك اليسار النادي الاهلي عبد الله عبد السلام على الارسال رقم 2، وطبعا في الملعب احمد صلاح رقم 4، رقم 18 احمد سعيد ومحمد عبد المحسن رقم 16 وعبد حليم عبو رقم 3 ومحمد عصام معوض الليبرو رقم 9 والكندي السميث المحترف رقم 1. وادي ارسال قوي من عبد الله عبد السلام مره ثانيه، اعداد محاولة كده من نادي طلائع الجيش، ضربة ساحقة. يلا يا جماعة يعني مش من أول كورة كده، لازم في تغطية، ولكن في كابتن عبد الله عبد السلام بيكلم الحكم الأول ناصر حمدي حكم المباراة. والإرسال مع لاعب طلائع الجيش على الإرسال، يلعب إرسال من أعلى أهو رقم 19. والشوط الثاني والتعادل والكرة خارج الملعب. الشوط الثاني 1-1 في النقاط. بنقول لحضراتكم ده الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز، الدور قبل النهائي، الدور قبل النهائي. واحنا عرفنا انه كان الاول حاجة كان في مجموعات 8 فرق وخدوا الاول والثاني والثالث والرابع من المجموعات، واتعمل مجموعات ثانيه اول وثاني وثالث من المجموعه الاولى والثانيه، واتعمل سته واول وثاني وثالث من المجموعه الثالثه والرابعه، واتعمل سته فرق. وضربه ساحقه من عبد الله عبد السلام بتيجي تاتش بلوك، والنقطه الثانيه للنادي الاهلي. جميل عبد الله عبد السلام فتى الاسمر، ارسال من اعلى 100-100. عبد الله احمد سعيد شفيع على الارسال رقم 18. احمد سعيد هيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، وبتيجي في ايد لاعب الليبرو نادي طلائع الجيش رقم 18 وتبقى خارج الملعب. نقطه للنادي الاهلي، اتقدم النادي الاهلي 3-1 طلائع الجيش. على الارسال احمد سعيد شفيع بيلعب ارسال قوي، ما زال على الارسال يا جماعه، ارساله قوي، نقطه يعني باينه خالص، بيلعب على اخر السنتيمتر اللي موجوده في الملعب من خط النهايه. طبعا اكيد ما جاش من فراغ، ده جه من تدريب ووقت مع كابتن ميدو وتدريبات قويه وارسالات قويه. وادي احمد سعيد مره ثانيه بيلعبوا بقى مغاير، بدل ما يلعبوا خلاص هم خدوا احتياطهم، لا هو بيلعبوا خلف الشبكه عشان يقدروا يدافعوا، ولكن دفاع عن الملعب من النادي الاهلي. والنقطه الثانيه لنادي طلائع الجيش، 2 طلائع 4 للنادي الاهلي. نقول لحضراتكم ان دي المجموعه الاولى اللي بيتلعب فيها الاهلي مع الطلائع، وكان في مصر البترول مع سبورتك وبتروجيت مع هليوبلس، دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه الاتحاد السكندري مع الطيران، وإيسترن كومباني مع الترسانة، وسموحة مع الزمالك. وادي نقطة للنادي الأهلي، ورايح عبد الحليم عب اهو على الإرسال رقم 3 و5 الأهلي 2 الطلائع. في كده ستار على الشبكة علشان الإرسال في طريقة من طرق اللعب اللي بيعلمها الكابتن مصلحي لفرقته. يلا يا جماعة نغطي نغطي نغطي، 3 الطلائع 5 النادي الأهلي. الارسال بينتقل الى الطلائع. قلنا لحضراتكم ان الاهلي متصدر هذه المجموعه
برصيد 27 نقطة بعد تسعة مفاز تسع مرات، والجيش في المركز الثاني ب 22 نقطة، والثالث بتروجيت 15 نقطة، الرابع هليوبلس 9 نقاط، سبورتنج 5 نقاط، الخامس السادس مصر البترول 3 نقاط. بعد كده هياخدوا خدوا هم خلاص وتم تصعيد 8 فرق، هيلعبوا 8 فرق، هتبقى نظام دورات مجمعة، هتبقى في صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب، وصالة هيئة قناة السويس على 3 أجزاء. ادي ضربة ساحقة من محمد عبد المحسن، بيجيب ضربة ساحقة من مركز 3 وبيجيب النقطة رقم 7 للنادي الأهلي. بقول لحضراتكم ان الأوقات المستقطعة للمباراة تم إلغائها، والوقت المستقطع للمدرب هو اللي موجود فقط، كل مدرب ليه 2 وقت مستقطع، بدل ما كان فيه 2 و2 يبقى 4 للمباراة، لكن الاثنين بتوع المباراة اتلغوا اللي هو عند النقطة 8 وعند النقطة 16. وادي بس هم بيعملوا زي ما تقول ايه صفاره او انذار عند النقطه الثامنه والنقطه 16. ادي الارسال مع الطلايع، وتقدم النادي الاهلي 7-4 الطلايع، والارسال من اعلى واستقبال معوض، عبد الله عبد السلام بيلعبها كده واحده حلوه كده من الحاجات الفنيه بتاعه المعدين، ونقطه للنادي الطلايع وحشه من احمد سعيد زي ما بيعمل الحلو برضو، يعني برضو حاجه بسيطه يعني مش مشكله نعديها له يعني. استقبال معوض، اعداد بيعدي احمد سعيد ملعب للطلايع، ومحاوله ثانيه وفي حائط صد من احمد سعيد ثاني اهو، حائط صد وضرب ومحاوله ثانيه، ولكن تيجي في ايد احمد صلاح وبيحاول وكره جميله وخارج الملعب، ونقطه للنادي الطلايع، نقطه جميلة جدا واللي حاول عليها لعيب النادي الاهلي انقاذ ما يمكن انقاذه، ولكن احمد سعيد جري واحمد صلاح جري، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد عبد الله عبد السلام هناك في مركز 4 لسميث الكندي وبيجيب نقطة، وادي زي ما انا قلت لحضراتكم في صفارة او انذار بسيط للنقطة الثامنة اللي هو كان عندها الوقت مستقطع اللي هو اتلغى عشان بيعطل الوقت، وزي ما احنا قلنا بيتم تطبيق الاجراءات الاحترازيه، والنادي الاهلي في مكانه والنادي الطلايع في مكانه، والارسال مع سميث الكندي المحترف الكندي رقم 1 على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن اهو، استقبال محاوله كده ونقطه للنادي الاهلي، يطلع رقم 16 من نادي طلايع الجيش كده ويصطدم بحائط او بيصطدم بقوائم الشبكه اللي هو مصطفى جابر عبد السلام، والنقطة للنادي الأهلي، وسميث على الإرسال مرة تانية، 9 الأهلي 6 طلايع الجيش، إرسال من أعلى ولا لا ما نضيعش يا سميث، نقطة ضايعة نقطة ضايعة، وانتقال الإرسال لنادي طلايع الجيش، إرسال من أعلى مع رقم 20 من نادي طلايع الجيش زجنبوري المحترف الكونغولي، وادي ضربه ساحقه من محمد عبد المحسن، بكده بيرجع بتالق كده وبيتبخبط وبيجيب نقطه على 10 للنادي الاهلي، 10 الاهلي 7 طلائع الجيش، وادي النادي الاهلي كده بدون الليبرو، وادي عبد الله عبد السلام قدام ورا احمد صلاح وورا سميث الكندي، ومعاهم عبو واحمد سعيد قدام هو وعبد الله عبد السلام، وادي ارسال، ودي محاولة من النادي الاهلي، وسميث بيعدي الكورة صوابع، ومحاولة مرة تانية، حائط صد، ولا أروع ولا أحسن، 100-100 من النادي الاهلي، أحمد سعيد وعبد الحليم عبو، والنقطة 11. الحكم الثاني الكابتن تغريد خطاب بترجع احتياطي لاعبي النادي طلائع الجيش، وفي تغيير لطلائع الجيش رقم 8 داخل ورقم 23 خارج، 8 اللي هو محمد الحسيني، وخارج 23 محمد الحسيني ده كان لاعب النادي الاهلي سابقا، و23 يوسف خالد العنتبلي هو اللي خرج. فالارسال مع النادي الاهلي، محمد عبد المحسن رقم 16
يستعد يلعب الارسال، ارسال قوي. بينتظر صافرة الحكم، وادي ارسال من اعلى. امام حضراتكم تشجيع كده من الكابتن ميدو محمد مجلس مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي للاعيبته. وادي ارسال، وادي محاوله. لا لازم يا احمد يا صلاح نلعب اهو، الكابتن مصلحي بيشاور نلعب على الكوره. خرج عبد المحسن، نزل الليبرو محمد معوض ابن الكابتن عصام معوض، ودي يعني ده لاعب ممتاز جدا وبيلعب ليبرو. ارسال من اعلى للطلائع، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو كده بيضرب، وفي دفاع عن الملعب مره ثانيه اهو، مره ثانيه وثالثه ورابعه، وهنقول ان النادي الاهلي بيلعب ضربات صح قويه. وادي محاوله مره ثانيه من النادي الاهلي، وادي يا سلام يا سلام كوره كده محموله كده ملعوبه من النادي الاهلي، وخطا على النادي الاهلي. 9 طلايع، 11 النادي الاهلي. اعتقد ان النادي ان اتحاد الكوره تم تعيين الكابتن عصام انور رئيس لجنه المسابقات، وبيعمل تصور كده لجدول المسابقات الموسم القادم، وهيبقى اعتقد هيبقى يعني موسم قوي ان شاء الله. الموسم الجاي اكيد في تغييرات، اكيد في تعديلات، اكيد في حاجات جديده هتخش على الجدول المسابقات، لان طبعا الاتحاد اللي لسه ناجح من شهرين ثلاثه برئاسه المهندس ياسر قمر قدر ان هو يكمل المسابقه بعد الدكتور سامي حمدي رئيس اللجنه المؤقته، ونقطه لنادي طلايع الجيش و10 طلايع الجيش، 12 النادي الاهلي. ارسال من نادي طليع الجيش امام حضراتكم، استقبال محاوله مره ثانيه من نادي طليع الجيش، وعصام معوض كده، محمد عصام معوض بيلعب الكره وبترد مره ثانيه، حارس صد احمد صلاح وعبد الحليم عبو، والنقطه 13. الاهلي قدر يكتشف بعض الثغرات او الاخطاء اللي كانت توقع فيها في الشوط الاولاني، قدر الشوط ده الشوط الثاني انه يتقدم، ويبقى في فارق، في فارق في النقاط، والاهلي متقدم 3 نقاط، وقدر فعلا من بدايه الشوط الثاني خلاص بقى مسيطر على المباراه، ونقاط 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. احمد سعيد على الارسال، ارسال قوي واستقبال، محاوله كده ونقطه، نقطه كده يا جماعه، ليه كده؟ ليه؟ 11 الطلائع، 13 النادي الاهلي. الاهلي طبعا صاحب انجازات وصاحب بطولات قطاع ناشئين بقياده الدكتور وجيه حمدي، ومعاه كابتن احمد زكريا للبناء للولاد، وكابتن تهاني طوسن طبعا الفالته القرويه في كره الطايره اللي كانت كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي في جهاز البنات. والاهلي فاز بثلاث بطولات في منطقه القاهره، بطوله 18 سنه بقياده الكابتن نجلاء فوزي، وفاز في بطوله الولاد 17 بقياده الكابتن نادر زكي، وحسام السحت فريق 19 سنه خد بطوله منطقه القاهره، والادوار النهائيه القبل النهائيه شغاله دلوقتي في تصفيات بطوله الجمهوريه، والاهلي قبل بلاء حسن في هذه التصفيات. استقبال من النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام، وضربه صاحبها خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 14. الاهلي 14 و طلايع الجيش 12. الاهلي محاول بيحاول يحافظ على الفارق النقاط لصالحه عشان يخرج فايز بهذه بهذا الفوز. هو فوز معنوي للنادي الاهلي لان هو متصدر المجموعه، وكده كده تاهل لتحديد المراكز من الاول للثامن، واللي هنقول لحضراتكم المواعيد بتاعتها ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق. الاهلي صاحب البطولات والانجازات العالميه والافريقيه، والاهلي عنده 39 بطوله. نقطه للنادي الاهلي، نقطه 15، 15 12، هتيجي النقطه 16 بقى المسجل هيدي كلاكس او زي ما يقولوا صفاره عشان يبقى عارف النقطه 16 جت، وده دي تعديلات تم تطبيقها
على دوري الكره الطايره بالغاء اهو لسه بقول لحضراتكم اهو الغاء الوقت المستقطع الفني للمباراه عند النقطه 8 والنقطه 16 ويبقى الاهلي متقدم 16 12 طليع الجيش فاري 4 نقاط وعبد الحليم عبو مازال على ارسال لاعب مركز 3 عبد الحليم عبو هيلعب ارسال من اعلى ارسال من اعلى خارج الملعب يا عبد الحليم الاهلي صعب الانجازات خد 79 بطوله 33 بطوله دوري عام 21 كاس مصر 14 افريقيا 7 بطولات عربيه وست مرات ابطال كؤوس ومره واحده افرو اوروبيه في كلجات في هولندا يعني اهلي صاحب الانجازات وصاحب الموسوعه يعني الاهلي بيقترب من الدخول في موسوعه جنسي للبطولات والحصول على البطولات والنقطه 13 لطلايع الجيش 14 فارق 2 يلا يا رجاله كان فارق 4 خدوا مننا نقطتين عفوا الارسال مع طلائع الجيش الارسال من اعلى ارسال من اعلى ارسال من اعلى اهو نقطه ومحاوله حسام معوض وادي ميسي بيلعب فوق حافي الصد وفعلا بيطلع كده بكل هدوء وكل سلاسه وبياخد النقطه 17 ميسي ويروح على الارسال العالمي احمد صلاح كابتن احمد صلاح راح احترف بره في ايطاليا وراح في تركيا وهو وعبد الله عبد السلام ورجع على طليع الجيش ورجع النادي الاهلي بيته الاهلي بيته لان هو متربي ومن عائله الكره الطائره الكره الطائره ياسر صلاح واحمد صلاح وهشام صلاح و محمد صلاح دول اربعه اخوات كانوا بيلعبوا الكره الطائره واعتقد ان الكره الطائره في النادي الاهلي كلها عائلات وهقول لكم مثال او امثله لعائلات الاهلي في الكره الطائره الارسال مع نادي الطلائع 15 17 وفارق نقطتين لصالح النادي الاهلي. الكره الطايره اتنشأت في النادي الاهلي سنه 32 كان اول فريق او اتأسست سنه 32 ونقطه للنادي الاهلي سميث رقم واحد الكندي المحترف وبيجيب النقطه 18 وبدا النادي الاهلي يحصل على البطولات من اول دوري 80 من اول دوري 80 في افريقيا 80 سنه 80 في افريقيا الاهلي الفريق الوحيد اللي حقق القاب في موسم واحد دوري وكاس وسوبر وافريقيا اربع بطولات خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 18 الاهلي الوحيد اللي فاز بكأس الكؤوس الأفريقية وكأس الأبطال في نفس الموسم. يعني بنقول لكم حاجات للتاريخ. حاجات للتاريخ، وأدي وقت مستقطع طلبوا كابتن إبراهيم فخر الدين طبعًا والنتيجة 19 15 لصالح النادي الأهلي فارق أربع نقاط. بيحاول كابتن إبراهيم فخر الدين يهدي لاعبته ويمتص حماس لاعبي النادي الأهلي. والناحية الثانية كابتن محمد مصلحي ميدو يحاول طبعًا يحمس لاعبته أكتر عشان يفوز بالشوط الثاني ويكون دافع للشوط الثاني. الشوط الاول قلنا خلص 25 19 انتهى الوقت المستقطع لطلبه كابتن ابراهيم فخر الدين ونزل اللعيبه ارض الملعب اهو امام حضراتكم والارسال مع النادي الاهلي سميث على الارسال رقم واحد المحترف الكندي. استطاع النادي الاهلي انه يفوز بالبطوله الافر اوروبيه لو قلت حضراتكم في هولندا. النادي الاهلي الوحيد الاكثر فوزا بالبطولات القاريه خد 20 لقب متفوقا على انديه روسيه وانديه ايطاليه. ارسال خارج الملعب والنقطه 16 لنادي طليع الجيش. عايز واحده ريد بول. قلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي حقق 56 فوز على التوالي دون هزيمه خلال الفتره من 20 نوفمبر 2009 حتى 16 ديسمبر 2010 يعني حوالي سنه فاز في 56 مباراه متتاليه ما خسرش ولا مباراه. الارسال مع النادي الاهلي رقم 16 محمد عبد المحسن والاهلي 20 الاهلي صائد البطولات
ارسال من اعلى، استقبال، اعداد ومحاوله من النادي الاهلي، احمد صلاح وعبد الله، وضربه ساحقه من احمد سعيد بيجيب النقطه 21. برافو كابتن احمد سعيد، 100 100 يا احمد يا سعيد. والارسال مره ثانيه محمد عبد المحسن، وقت مستقطع طلبه كابتن ابراهيم فخر الدين تاني. النتيجه 21 الاهلي 16 نادي طلائع الجيش. قلنا لحضراتكم ان الاهلي متصدر مجموعته برصيد 27 نقطة، يليه طلائع الجيش اللي بيلعب امامه النهارده برصيد 22 نقطة، فارق 5 نقاط جدا. هذا اللقاء هو لقاء للشهرة او معنويا لايه؟ يعني نقول تحفيز اللاعبين على ان شاء الله على مباريات دور تحديد من الاول الى الثامن اللي هتبدا ان شاء الله بصاله الدكتور حسن مصطفى يوم 27/2 و28/2 دي و1/3. دول اول ثلاث ايام هيتلعب فيهم اللي هو الدور او لتحديد المراكز من 1 الى 8. وضربه ساحقه ونقطه لنادي طلائع الجيش، النقطه 17 21 الاهلي. قلت لحضراتكم الاهلي هيبقى معاه في المجموعه في من 1/8 بقى الاهلي، زمالك، طلائع الجيش، هليوبلس، سموحه، الطيران، الاتحاد السكندري، بتروجيت. دول 8 فرق هيلعبوا لتحديد المراكز من الاول للثامن، وهيلعبوا الدوره الثانيه او الجزء الثاني من الدورات الدوره المجمعه تبقى في برج العرب يوم 6/3 ويوم 7/3. يوم 6/3 ويوم 7/3 نقطه لطلائع الجيش، والنقطه 18. يوم 12/3 و13/3 بقى اخر جزء من الدورات المجمعه هيكون في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وهينتج عنها الترتيب، وهنلعب حاجه اسمها بعد كده بلاي اوف. بلاي اوف ونقطه للنادي الاهلي امام حضراتكم في خطا على طلائع الجيش، والنقطه 22، والاهلي يتقدم 22/18 ويقترب من الفوز بالشوط الثاني. ثلاث نقاط ويفوز بالشوط الثاني. وعبد الله عبد السلام على الارسال، يلا يلا رجاله. الفتى الاسمر الذهبي عبد الله عبد السلام ابن النادي الاهلي خارج الملعب يا عبد الله. قلت لحضراتكم هنلعب بقى من الاول للثامن دي بلاي اوف، هيبقى الاول هيلاعب الثامن، والثاني هيلاعب السابع ده بعد ما تخلص الدورات المجمعه، والثالث هيلاعب السادس، والرابع هيلاعب الخامس. هيطلع ترتيب تاني، هيبقى الفايز من الاول والثامن لازم يفوز، يلعب يفوز ثلاث مباريات، لو فاز مباراتين مش هيلعب الثالثه. لو فاز مباراتين مش هيلعب الثالثه. خلاص؟ يبقى البلاي اوف اللي هي الاول مع الثامن، والثاني مع السابع، هقولها ثاني، والثالث مع الرابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس. وادي نقطه للنادي الاهلي 23/19 في اعتراض من لاعبي نادي طلائع الجيش على النقطة دي، بس اعتراض بسيط يعني. إرسال النادي الأهلي، أحمد سعيد شفيق على الإرسال رقم 18 بيلعب إرسال قوي، استقبال وحش كده تيجي في إيد رقم 5 من نادي طلائع الجيش، ويبقى خارج الملعب من شهاب الدين نبيل. والإرسال مرة تانية مع أحمد، والنقطة الأخيرة لهذا الشوط، نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي. 24 النادي الأهلي، 19 نادي الإنجازات، نادي البطولات الأفريقية والعربية والمحلية. وادي نقطة للنادي الأهلي وينتهي الشوط الثاني 25/18 25/19 زي الشوط الأولاني بالظبط. وإلى فاصل ونعود مع حضراتكم مرة أخرى لنتابع الشوط الثالث. وبعد كده في حاجه اسمها تحديد المراكز من الاول للثامن. الاهلي متقدم في الشوطين الاول والثاني 25/19 25/19، وما زال النادي الاهلي في مكانه طبعا حسب الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتخاذها او بيتبعها اتحاد الكره الطايره حسب تعليمات مجلس الوزراء ووزاره الشباب واللجنه الاولمبيه لتقليل او للبعد عن الاصابات بالكورونا. وادي النادي الاهلي ما زال على جهه اليسرى
عبد الله عبد السلام رقم 2، احمد عبد المحسن رقم 16، احمد سعيد شفيق رقم 18، محمد عصام معوض رقم 9 ليبرو الفريق اهو بالفانيله الزرقاء، والكندي سميث المحترف رقم 1، واحمد صلاح كابتن احمد صلاح رقم 4، وعبد الله عبد السلام رقم 2، وطبعا عبد الحليم عبو مكان محمد عصام معوض. وادي فريق الطلايع والارسال مع نادي الطلايع، ارسال من اعلى، ادي ضربه ساحقه ومحاوله من سميث وبيجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي. ادي التقدم، وادي اللي احنا قلنا عليه، نادي الاهلي حافظ قدر في الشوط الاول يغير الخساره او بفارق النقاط الى تعادل الى فوز، وخد الشوط الاول 25-19، وفي الشوط الثاني حافظ على فارق النقاط لصالحه. وادي نقطه للنادي طلائع الجيش خارج الملعب من احمد سعيد. الارسال الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا كلنا عارفينه، الكابتن محمد مصلح النيد ومدير فني، والكابتن تامر مجدي مدرب عام، ومحمود جمعه اخصائي تقني، ومعاهم الكابتن خالد ابو زينه مدير الفريق، ومعاهم ثاني الدكتور اسلام اقول لحضراتكم. ادي نقطه للنادي الاهلي، الاهلي 2-1 ليد طلايع الجيش. وعلى الارسال احمد سعيد شفيق رقم 18 يلعب ارسال من اعلى بيجي في الشبكه. ليه كده يا احمد؟ ليه؟ نقطه نضيعها، مش عايزين نضيع نقط. والكابتن محمود الوزير اللي هو اخصائي التقني هو محمود جمعه، وكابتن سامح ظلام اللي هو الطبيب الفريق. دول ده الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي قلت لحضراتكم عليه. وادي نقطه للنادي الاهلي، 3 الاهلي 2 الطلايع. وعلى الارسال محمد عبد المحسن رقم 16، الشوط الثاني 25-19، الشوط الاول 25-19. وادي نقطة لنادي طلايع الجيش. الإرسال مع طلايع الجيش 3-3، التعادل، مش عايزين نوصل للتعادل مرة تانية يا جماعة. ودي محاولة، وادي نقطة كده في يعني لعيبة النادي الأهلي لازم نعدل نفسينا، لازم نلعب على طول. في حاجة أكيد هيعملها الكابتن، هينزل هيعمل تغيير. أنا شايف الكابتن محمود جمعة بيجيب حد من الاحتياط، هو بيسخن. إرسال، استقبال من النادي الأهلي، ومحاولة من أحمد سعيد، ضربة خلفية، وادي محاولة من عبد الحليم عبو اللي بيجيب النقطة ونقطة التعادل 4-4. 4 الأهلي 4 الطلايع. وعلى الإرسال أحمد صلاح رقم 4، العالمي أحمد صلاح على الإرسال. كده في خطأ على أحمد صلاح وهو بيلعب الإرسال، الكرة جت في الشبكة وجت خارج الملعب، يبقى نقطة للنادي الطلائع. برضو الكرة الطايرة النسائية أو السيدات في النادي الأهلي اقترب إن هو يخش موسوعة جنس أو يبقى الفريق الأكثر فوزا، لأنه فاز 84 مرة، 84 فوز، وسابق فرق هالكا بانك والايطالي
في فريق ايطالي ب 77 فوز. ده بالنسبه للاهلي الكره الطايره للسيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي. طبعا يعني بنقول ارقام كبيره جدا نادي الاهلي. هو مسك النادي الاهلي من 2014 لحد 2022 لحد دلوقتي، خد 7 دوري 7 كاس 4 افريقيا 2 عربيه. كابتن حمدي الصافي طبعا من العائله الرياضيه بالكره الطايره، وابنه حمزه وابنه يوسف، يوسف محترف في فرنسا وابنه حمزه بيلعب تحت 17 ومصعد للنادي الاهلي اللي في فريق الدرجه الاولى. التعادل 6-6 النادي الاهلي. حب حليم عبو على الارسال رقم 3 يلعب ارسال، لاعب مركز 3 ولاعب 3 يلعب ارسال كده تكتيكي خلف الشبكه واعداد ومحاوله خارج الملعب، خارج الملعب والنقطه 7. نبدا بقى نفرق لصالح الاهلي. في انذار كده للاعب نادي طلائع الجيش من ناصر حمدي حكم المباراه رقم 19 احمد محمد عبد السلام. في تغيير اللي قلت لحضراتكم عليه اهو، تغيير نازل رقم 5 من النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي هينزل مكان عبد حليم عبو، هيلعب ارسال اهو عبد الرحمن سعودي. عبد الرحمن سعودي رقم 5 نزل وهيلعب ارسال. اول تغيير يعمله الكابتن ميدو من بدايه اللقاء في الشوط الثالث، وان التقدم للنادي الاهلي 7-6. ارسال من اعلى، ارسال تكتيكي خلف الشبكه واعداد ومحاوله من النادي الاهلي هتصد مره ثانيه، محاوله ثانيه هتصد من النادي الاهلي وتاتش بلوك من النادي الاهلي. احمد صلاح طالع وعبد الله عبد السلام، ونقطة لنادي طلائع الجيش، نقطة التعادل. الإرسال مع الطلائع. ومحاولة كده من أحمد سعيد يا ولد، وبيجيب النقطة الثامنة. قلت لحضراتكم دايما في انذار او صافره بتكون من المسجل عشان يقول ان دي النقطه الثامنه، وده كان في المفروض في وقت مستقطع في المباراه، ولكن في التعديلات الجديده للاتحاد الدولي تم الغاء هذه الكرات لعدم تعطيل الوقت. طالما ما فيش تغيير ملعب هو خلاص قال لك نلغي النقطه دي، وفي اجراءات احترازيه تمت وتم الاتفاق عليها مع الانديه واتحاد الكره الطايره. وادي محاوله من النادي الاهلي عايز يتقدم، و8 7 النادي الاهلي، واحمد سعيد بيلعب ثاني، وادي محاوله ثانيه وحاصل ونقطه فعلا للنادي الاهلي. محمد عبد المحسن طالع وبيجيب نقطه التاسعه، 9 النادي الاهلي 7 طلائع الجيش. و عبد الله عبد السلام على الارسال وفارق نقطتين، فتى الذهبي على الارسال رقم 2. ادي ارسال، ادي محاوله ويضيع الارسال من الكابتن عبد الله، كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق كابتن النادي الاهلي. حذر وتركم من لعيب النادي الاهلي في الارسال اللي هيتلعب دلوقتي، ودي محاوله عصام معوض عبد الله عبد السلام، ومفيش تغطيه على حائط الصد يا جماعه، لازم نغطي حائط الصد. احمد صلاح والضارب، احمد صلاح طالع وبيضرب، مفيش يعني كان في مفروض في تغطيه على حائط على الضرب وعلى حائط الصد عشان يبقى كده التعادل 9-9. التعادل 9-9. محاولة مرة تانية وادي ضربة ساحقة من النادي الأهلي، والتقدم 10 الأهلي 9 الطلائع.
محمد مصلحي ماسك الفريق الكابتن محمد مصلحي ميدو من 2017 حتى وقتنا هذا، واخد 4 دوري و3 كاس وفي كذا بطولة أفريقية هقول لكم عليها برضه. أحمد سعيد عليه رسال، رسال من أعلى، رسال قوي، استقبال، محاولة كده وحائط صد ولكن خارج الملعب، خارج الملعب. 10-10 والتعادل. يلا نصلح الأخطاء، يلا نلعب، ما نتسرعش، نفكر ونلعب ونجري في الملعب عشان نقدر نشوف الكرات اللي هي خلف حائط الصد وخلف الضرب الصاعد عشان. وادي نقطة للنادي الأهلي، حائط صد من نادي طلايع خارج الملعب، ونقطة 11 الأهلي، 10 طلايع الجيش. الارسال مع النادي الاهلي، محمد عبد المحسن بيلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد وحائط صد ومحاوله من نادي طلايع الجيش، مره ثانيه حائط صد من النادي الاهلي، تغطيه على حائط الصد ونقطه للنادي الاهلي في خطا على نادي طلايع الجيش. الشبكه طبعا بيشاور الحكم الاول على الشبكه وبيشاور على اللاعب عشان يعرف اللاعب اللي لمس الشبكه. ارسال مره ثانيه و12 10 محمد عبد المحسن رقم 16 لاعب النادي الاهلي هيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب. يا محمد في ارسالات ضايعه من النادي الاهلي كتير يا جماعه، لازم نخلي بالنا كويس عشان ما نضيعش ارسالات. ارسال من نادي طلايع الجيش، اللاعب رقم 20 الكونغولي او رقم 9 الرواندي دينزينجي. وادي محاوله ثانيه من النادي الاهلي، وادي كره خارج الملعب، صد طلع ولكن الضربه الساحقه خارج الملعب من النادي الاهلي، ونقطه للنادي الاهلي، 13 الاهلي و11 نادي طلايع الجيش. وعلى الارسال مازال احمد صلاح هيلعب ارسال، كرة لسه رايحة له اهو، هيلعب ارسال وانتظر صافرة الحكم. ارسال من احمد صلاح العالمي، احمد صلاح ارسال من اعلى بالذراع الايسر، طبعا بيلعبوا تكتيكي موجه، وادي محاولة ولكن يا جماعة نخلي بالنا، نخلي بالنا مش عايزين نضيع النقط. 12 الطلايع 13 النادي الاهلي. وعلى الارسال مره ثانيه لاعب نادي طلايع الجيش امام حضراتكم، استقبال، اعداد ومحاوله مره ثانيه وحائط صد وخارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي 14، تقدم النادي الاهلي 14 12 لطلايع الجيش. والكندي سميث على الارسال رقم 1، تعليمات كده للكابتن من الكابتن محمد مصلحي ميدو للاعبته، خلي بالنا على منطقه الشبكه من عبد الرحمن سعودي، نزل طبعا مكان عبد الحليم عبو. وادي ارسال جامد يا جامد يا جامد يا سميث، وادي نقطه 15، وادي النقطه 15 للنادي الاهلي وسميث. خمستاشر الأهلي 12 الطلايع، وسميث على الإرسال، أدي إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال مرة تانية وإعداد وحاط، ولكن يا جماعة لازم نطلع بدري، لازم نطلع بدري عشان نرجع حائط الصد والنقطة 13 وتغيير للنادي طلايع الجيش رقم 20 خارج اللي هو إنيو جامبوري من الكونغو محترف في نادي طلائع الجيش رقم 20، ونزل مكانه رقم 10 الكابتن محمد محمود، ده تغيير الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني لنادي طلائع الجيش. ضيع الارسال، ضيع الارسال، والنقطه 16 للنادي الاهلي وفارق 3 نقاط اهي، ادي الصافره بتاعه المسجل زي ما قلت لحضراتكم، عند الوقت المستقطع او عند الوقت المستقطع الثاني بيدي صافره، ولكن هو تم الغائه وبقى ما فيش الا الوقت المستقطع للمدربين اللي هو 2 للمدرب لكل فريق، يبقى كل فريق بياخد 4 اوقات مستقطعه.
وادي محاولة خطأ، الكرة محمولة، وبيشاور الكابتن ناصر حكم اللقاء على اللاعب رقم 2 اللي هو من نادي طلايع الجيش. ارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 5، يلعب ارسال من اعلى، يلا يا عبيدو، ارسال من اعلى، استقبال، وادي ضربه ساحقه يا جماعه، نطلع اسرع، نطلع اسرع عشان نصد الكوره ونخلي بالنا ونغطي على اللي طالع حائط صد. رقم 1 على الارسال احمد صابر معد نادي طلائع الجيش، في ترقب وحذر من لاعبي النادي الاهلي والاستقبال، الارسال واستقبال عبد محسن ومحاوله من عبد الله، وادي مره ثانيه اعداد، وعادي عبد الله طالع، ولكن برضه نفس القصه، قلنا لازم يكون في تغطيه يا جماعه على الضارب. ١٥ طلائع الجيش، ١٧ النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال عبد محسن، عبد الله العالمي بيشوط، احمد صلاح مره ثانيه، وضربه ساحقه من سميث، وبيجي كده ساحقه ماحقه لا تصد ولا ترد، والنقطه ١٨ للنادي الاهلي. شهاء اللي هو المحترف الكندي سميث، جاريت سميث، من اللعيبه كويسين وطبعا فرقوا مع النادي الاهلي. ودي ارسال عبد الله عبد السلام، الفتى الاسمر، استقبال، اعداد، وادي محاوله مره ثانيه، عصام معوض، محمد عصام معوض بيطلع ويدافع كويسه جدا، وادي نقطه للنادي الاهلي، حائط صد محمد عبد المحسن واحمد سعيد، وبيجيب النقطه ١٩، ويطلب الكابتن ابراهيم فخر الدين الوقت المستقطع الخاص بيه عشان طبعا يشوف اخطاء لعيبته. النادي الاهلي محمد مصلحي امام حضراتكم، هو وتامر تايجر مع لعيبه الاهلي، تعليمات كده محمد عبد المحسن واحمد سعيد عشان المنطقه الاماميه، دايما منطقه الهجوم لازم يكون فيها دقه واداء متميز عشان ينهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي عشان الاهلي يفوز بهذا اللقاء. وطبعا زي ما انا قلت لحضراتكم هو كده كده متصدر، هيبقى ان شاء الله كده الاهلي ٣٠ نقطه متصدر مجموعته، كده هو متاهل للدور النهائي اللي هو لتحديد المراكز من الاول الى الثامن. وانا قلت لحضراتكم على اماكن اللعب لتحديد المركز من الاول للثامن، وادي النقطه ٢٠ للنادي الاهلي، قلنا هيبقى في صاله حسن مصطفى ان شاء الله. من يوم ٢٧ و٢٨ ويوم 1 مارس، والدورة الثانية أو الجزء الثاني هيبقى 6 مارس و7 مارس، هيبقى في برج العرب، والجزء الثالث أو الدورة الثالثة هتبقى يوم السبت والحد 12 و13 مارس، هتبقى فين؟ هتبقى في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. ٢١ النادي الأهلي، وقت مستقطع طلبه الكابتن إبراهيم فخر الدين، مرة ده الثاني ليه الوقت المستقطع. ٢١ الأهلي متفوق 6 نقاط فارق للنادي الأهلي، وطلائع الجيش ١٥. طبعا الاهلي امكانياته اعلى، لعبه افضل، وقدر ان هو يحول ان نتيجه الشوط الاول الى او فارق السكور اللي كان لصالح طلائع الجيش الى النادي الى الاهلي، طبعا بفضل تعليمات الكابتن محمد مصلح ميدو ولاعيبه الفريق احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمد عبد المحسن وسميث المحترف الكندي واحمد سعيد شفيق ومحمد عصام معوض وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودي اللي نزل مكان عبد الحليم عبو. عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر على الارسال، ٢١ الاهلي، ١٥ نادي طلائع الجيش. وادي شفنا الكره اللي فاتت دي، اعتقد يعني وادي نقطة للنادي الأهلي، والنقطة ٢٢ النادي الأهلي، ١٥ لطلايع الجيش. حديث كده ما بين الكابتن ميدو وكابتن عبد الله عبد السلام، بيقول له يلا روح العب الإرسال. الفتى الأسمر عبد الله عبد السلام
رقم 2 على الارسال، بيلعب ارسال قوي، في خطأ على عبد الله اللي هو اعتقد يعني رجليه لمست الخط. الارسال مع الطلايع، لعيبة الاهلي عايزه تخلص الماتش والشوط خلاص، فاضل 3 نقط 22-16. وادي سميث بيلعب كرة كده بس جت ضعيفة شوية، محاولة مرة تانية وادي حائط صد. يا جماعة لازم نخلي بالنا من الكرات السهلة، وقلنا لازم يكون في تغطية على حائط الصد. نقطة للطلايع 17 والأهلي 22 وفارق 5 نقاط لصالح النادي الأهلي. طريقة استقبال الكرة بتبقى ليها طريقة معينة، واعتقد ان المديرين الفنيين بيحاولوا يظبطوا الطرق دي حسب الفرق المنافسه. ادي امام حضراتكم النتيجه 23 نادي الاهلي 17 طلايع الجيش. احمد سعيد شفيق على الارسال رقم 18، طلب النادي الاهلي من الفوز بالشوط والمباراه، ويستعد بقى بعد كده للدوره المجمعه الاولى ان شاء الله في صاله الدكتور حسن مصطفى في 27 و28 و1 مارس ان شاء الله. نقطه لطلائع الجيش، النقطه 18 استقبال من سميث، وادي محاولة من أحمد صلاح يعالي بالكرة ويعديها عشان تعدي ملعب طلايع. وادي حائط صد تاني من سميث وعبد المحسن، ومحاولة تانية محمد عبد المحسن مركز 3 رايح شمال رايح يمين، الكرة هنا الكرة هنا، بيروح محمد عبد المحسن معاه والكرة 24 كرة جت في الأنتنة. الكرة لما تيجي في العصا الشبكة أو الأنتنة بتبقى على آخر لاعب لمس الكرة، وهنا آخر لاعب من نادي طلائع الجيش، وتبقى نقطة للنادي الأهلي 24 النادي الأهلي 18 لنادي طلائع الجيش، ونقطة وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. وهذه إرسال من محمد عبد محسن، ومحاولة مرة ثانية من النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام إرسال وضربة ساحقة من احمد سعيد، ولكن جت كده خارج الملعب، ونقطه للطلايع و19. طبعا هو احمد سعيد شد الشبكه كده فبيعتذر للحكم وبيرفع له ايده، كان ممكن يديله انذار او يديله لفت نظر. ارسال نادي طلايع الجيش، ارسال من اعلى ضربه ومحاوله من محمد عصام معوض، وادي ضربه صحيحه عبد الرحمن سعودي بيجيب نقطه 25، وينتهي هذا الشوط 25-19 لصالح النادي الاهلي. والاشواط الاول 25-19، الثاني 25-19، ويفوز النادي الاهلي بثلاثيه على نادي طلائع الجيش في ختام الجوله السادسه للدور قبل النهائي للكره الطايره للرجال ممتاز الف. وتمنياتنا للنادي الاهلي بالتوفيق في المباريات القادمه ان شاء الله في الدورات المجمعه في القادمة، مع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.